السلام عليكم، مرحبا بكم في مدرسة تعليم السياقة السيساوي، معكم أمين. الفيديو تاع اليوم راح نعالجو نقطة طرحوها بزاف، وسواء في على القناة في الأسئلة نتاعكم، ولا مام لي كونديدا في المدرسة نتاعي، ولا اللي يشريو السوايع، ولا أي سائق جديد بصفة عامة يكون عنده الإشكال هذا، اللي هو توجيه المقود والتحكم في السيارة، يعني سواء في الدوران ولا في السير في طريق مباشرة، ولا في الرجوع للخلف، ولا إسونسيال يعني كيفاش نخدمو المقود بصفة عامة. لكن الشيء اللي حاب نوضح لكم، والنقطة اللي حاب نوصلها لكم، انه توجيه السيارة ما هو الا نتيجة لعدة نقاط. يعني باش نوجه السيارة نتاعي كيما يلزم، لازم نكون انا متمكن في حوايج. من بين الاشياء هذه عندنا لازم نعرف ندور الفولون مليح، يعني لا ميثود اللي ندور بها الفولون، لازم نعرف وقتاش ندور الفولون كي نكون داير اليمين ولا اليسار، ولا مثلا لتجنب حاجز ولا حفرة ولا اي حاجة امامنا. قلنا المقود وقتاش ندور وشحال ندور، يعني تقدير مقدار تقدير عفوا تقدير يعني الكمية ولا العدد الدورات اللي ندوروهم لكل حاجة، سواء الدورة اليمين اليسار دوميتور الى اخره. حاجة واحدة اخرى واللي هي الاهم في هادو بالكل هي النظر نتاعنا، يعني وين لازم نشوفه. يعني كي نكونوا ماشيين في الطريق ولا دايرين ولا رايحين نديروا مناورة ولا اي حاجة، يعني السياقة بصفة عامة تطلب منا النظر، ولهذا نكزيجيو الشهادة الطبية. الشهادة الطبية نكزيجيو يعني الرؤية لازم تكون يعني بحد معين، باسكو واحد اللي ما يشوفش ما يقدرش يسوق، واللي عنده نقص في النظر لازم يدير كوريكسيون، لازم يروح عند طبيب اخصائي الى اخره. هذه لازم واحد يشوف، ومن بعد كي يولي نسوقو لازم تشوف المكان المناسب في الوقت المناسب. يعني ماشي انت درك داير اليمين وانت راك تايه في اليسار، ولا متى انت ماشي في الطريق وين لازم تدخل بين سيارتين، انت ما راكش تشوف المكان هذاك، وراك تشوف متى الواحد راهو راح يقطع، ولا متى الكاميون جاي امامك خافت منه ولا حاجه. اكور دونك اليوم راح نشوفوا نقطه من هذه النقاط. راح نسوقوا في طريق ضيق، طريق تدي وتجيب، وكاين سيارات مركونه على اليمين ولا على اليسار، دونك سا دي بون اسكو نلقاوه منا ولا منا، كاين لي موطو رايحين جايين، كاين لي يقطع الطريق، يعني الطريق يعني فريمون ضيق. راح نشوفوا مع بعض كيفاش نخدموا في كل حاجه، يعني راح نركزوا اليوم على النظر نتاعنا، واش نشوف واش الحاجه، يعني حتى ونشوفوا احنا مثلا في كل وقت، في كل ثانية كاينه حاجة أهم من حاجة، ولا حاجة اللي لازم ننتبه لها في اللحظة هذيك هي اللي تشكل لي خطر في الثانية هذيك. أنا مثلا عندي سيارة راهي جاية في الأمام أمامي، وعندي كش واحد حاب يقطع الطريق. إذا كان هذاك اللي حاب يقطع الطريق هو أقرب من السيارة هذيك اللي حاب يخرج مثلا من تقاطع، ولا اللي جاي أنفاصلية، ولا اللي راهو يفريني، الحاجة اللي قريبة ليا في بعض الاحيان هي اللي تكون اولى. تفهمين؟ دونك نحاولوا نشوفوا واش راحين نلقاو امامنا، يعني لي سيتياسيون مختلف الحالات اللي نصادفوهم امامنا، باسكو هذه الطريق وما نقدرش نتحكم في واش نلقاو في الطريق. راح نشوفوا مع بعض وندرسوا الحالات اللي نلقاوهم امامنا. فيريفيو سكوب بامر، الحزام الامان رانا درناه بيان سور، لازم فيريفيو المراس الداخليه وجانبيه اليمنى واليسرى عفوا، ونروحوا بشويه نضغطوا على اللومبرياج بريمير، نبطوا الفرامه وراح نخرجوا بالعقل. هنا نغتنموا الفرصه ونهضروا هنايا على الباب البورتاي هذا. انا باش نخرج يعني في البورتاي هذا بلا ما نقيس، راهو مفتوح غير جانب واحد برك، لازمني نحاول نقابل يعني المسلك هذا في اقرب وقت. كما راكم تشوفوا دوكا انا دورت مليح لليسار، وراني رايح نحاول الطوموبيل تاعي خليها يعني مقابله في المجال هذا اللي راح ندخل فيه، يعني ما نخليش حتى نوصل للاخر ونحوس ندخل هنا، يعني نافونسي نافونسي ومن بعد نولي ندخل، ما نقدرش نخرج. الا كان سلكت لافون لاريير احتمال كبير يقيس. داكور دونك كي نحبوا ندخلوا في حاجه في كولوار، سواء بين سياره نفرضوا مثلا هذا بورتاي ولا كراج ولا سيارات مركونه على اليمين وعلى اليسار، من الاحسن ديما نقابلوا لي سباس هذاك على بكري.
راحين ندورو على اليمين هنا، ما ننساوش نشوفو اليسار واليمين قبل ما ندورو البولو. عندي سقطة هنا، نحاول نجمع المعلومات. انا داير اليسار بور المومون، عندي باساج بيتو هنا هو الاولويه نتاعي، هكذا لازم نشوف نحترم الراجلين الاول اللي حابين يقطعوا. كي نخلص من الباساج بيتو نحاول نشوف درك من الاولويه، انا داير اليسار دونك الاولويه اليمين، السيارات هذو اللي يجوني على اليمين هكذا، دونك نخلي السيارات اللي جايين على اليمين يروحوا، كي يخلصوا نبدا ندور. دورته خلصت، درك واش نشوف؟ نشوف البعيد، نحاول ما نشوفش السيارات هذو اللي جايين اون فاصليا، نحاول ما نشوفش السيارات اللي مركونين على اليمين ونشوف البعيد. هنا كاين واحد السيد حب يقطعهم بعد عاود ما قداش، كيما قلت لكم نحاول يعني ما نشوفش البلاصه وحده برك، يعني نشوف البعيد، يعني النظر نتاعي 90% او البعيد ولا 80%، ومره على مره نشوف يعني واش كاين منا ومنا هكذا. نقص شويه بالفرا باسكو البلاصه هنا ضيقه، ممكن ما نفوتش بين هاد السيارتين. دوك راني نشوف كاين بيس امامي، كاين موطو هاي امامي، كاين واحد السيد او حاب يخرج ليه، لكن ما ننساش التقاطع هذا اللي هنا، ما ننساش التقاطع، ما ننساش مره على مره نطل هنا، يعني بين السيارات هادو، بين السيارات المركونه هذه ممكن يخرج طفل صغير، خاصه الاطفال يعني راهم قصار الطول تاعهم، يعني ماشي عالي اقل من العلو نتاع السياره، وممكن ما نشوفهمش. هنايا كاين ناس حابه تقطع برومومو، هذه هي الاولويه نتاعي، نقص وندير بريمير هكذا باش نخليهم يفوتوا. عندي تقاطع هنا، لازم ما ننساش التقاطع كما قلت لكم، حتى يعني ماشي اطفال ممكن تلقاو الناس يخرجوا من بين السيارات يعني وما ينتبهوش، وهذه يعني ما نقولوش علاش هو ما يشوفش وكذا وكذا، لازم نتحملوا المسؤوليه كامل. انا عاود ديغاديت بريمير، كما انا درك الدراجه الناريه هذه راني قريب منه بزاف، دونك لازم نتوله منه شويه. دوكا كي بعد عليا ممكن تجيني اولويه واحده اخرى، انا درك راني ماني مركز حتى مع حاجه يعني بحد ذاتها، راني نشوف البعيد كما هنايا نقص شويه، جاوني حاجه على غفله من جهه اليسار، لازم نشوفهم ونقص ونديغرادي ونعاود نديماري غير بشويه برك. ديماريت خلصت، نشوف الا كان يعني كاين مجال امامي وين نطلع الريجيم وندير دوزيام، نطلع وندير دوزيام، الا ما كانش مجال نروح غير بالعقل. انا عندي شويه مجال وين لونسي وندير دوزيام، لونسي وندير دوزيام. رايحين نتجاوزوا صاحب الدراجه الناريه هذه، دوك انا راني نشوف صاحب الدراجه الهوائيه هذه، راني نشوف الكاميو هذا اللي راهو مقاري على فوق الرصيف، ندير كنيطون تاعي باللي راح نديفي عليه ونسنى باسكو الاولويه اللي جايه، باسكو انا هذا راهو في جهتي يعني راهم ديرونجي فيا. انا هنا عندي هذو اللي قاطعين توله منهم، كاين دراجه هاي هنايا مركونه، وما ننساش لازم نشوف هادو المركبات اللي جايين امامي اسكو كاش واحد فيهم شعل الكنيوطون ولا نو، نعاود ندير الكنيوطون تاعي ونتوله، ندور غير بشويه برك. هنايا نحاول نشوف لافون تاعي، نحاول نريق لافون تاعي في النص، يعني بين السيارات اللي مركونه على اليمين وعلى اليسار، ولاريير راهو يتبع بيان سور، ندير حسابي لافون ندير حسابي لاريير. كاين لك كنا مجال وين ندير دوزيام، ندير دوزيام تاعي. هنا راني نشوف البعيد، شفت الاطفال هادو وشتهم اسكو ناويين يقطعوا ولا نو، هنا نقص الرؤيه نتاعي ماشي واضحه بسبب السياره المركونه هذه على اليسار، وديما نشوف البعيد ونوجه السياره نتاعي لتما. هنا عندي تقاطع، ما ننساش نشوف اليسار، نقصو شويه بالفرا، ديما كيطيح الريجيم ندير بريمير ونعاودو نمشيو. هنايا راني نشوف بلي السيارة صاحب السيارة دي حاب يدور، دونك نخلي المسافة بيني وبينو، إلا تحتم الحال راني نحبس. هاي نشوف في واحد طفل هيها وماشية في الطريق، دونك ندير دوزيام ونتوله ونجبد شوية خاطيه، يعني بلا ما نبقى نشوف معاه بزاف،
ما لازمش نطولوا مع الحاجه. الحاجه اي حاجه الا شفنا معاها نروحوا ليها. انا نحاول نشوف البعيد يعني نستكشف وين راني رايح واش راهو يستنى فيا. انا راني نشوف بلي عندي ساكاطو، نشوف المرآة الداخليه، نقص شويه بالفرا. الاولويه نتاعي هنايا اني نشوف التاكاطو يسار ويمين، كيف تم التاكاطو نزيد نشوف واش كاين من بعد التاكاطو بلا ما ننسى مره على مره نطلع بعيد واش كاين. ممكن اشاره اتجاه ممنوع السير في هذا الاتجاه يعني سونس انتردي، ممكن ممنوع ستاسيون ليسونسيال لازم نشوف. ممكن التاكاطو عاده منظم بالاضواء لازم توله الكلش. نقصوا شويه بالفرا، هنا الرؤيه نتاعي ماشي واضحه، من الاحسن نقص مليح ولا نقص ندير بريمير ونعاود نمشي بالعقل. راح ندورو على اليسار هنا، لازم نخلي الطريق اللي يجي يعني ما لازمش نسد الطريق، ديما نحكم الضربات نتاعي. يمكن يا طوما تكلكش نحيه الا كان طاح طاح، الا ما طاحش من بعد نحيه. كيف كيف راح ندورو اليسار، هنايا هذه الطريق تدي برك هكذا. دونك هنا مادام راح ندور اليسار نحكم اليسار تاعي ونشوف اللي اليسار واليمين ونعاود نتقدم بالشويه. واكو نشوفوا داخل المدينه وين لا بلوبار نمشيو بريمير دوزيام. راح نزيدو ندور اليسار هنا، ندير كنيوتون تاعي، نقص شويه بالفرا. ديما كي نجي ندور اليسار لازم نخلي شويه لافون يخرج لنص الطريق ابيبري، وهذه تقريبيه يعني باسكو على حساب واش مقاري واش مقاريش. نقصو شويه بالفرا، ندير تاكاطو هنا الاولويه اليمين، هاي نشوف البعيد بلا ما نركز مع السياره هذه اللي راهي ماركونا. نحاول ديما نستكشف واش كاين امامي ليه. راح ندور على اليمين هنا، نقص شويه، كانت اشاره تقف هنا عم نحاوها نزيد نفيريفي. ممكن زادو داروا اشارات واحد اخرين، ممكن سونس انتردي ولا ما نساش نشوف اليسار واليمين. هنايا نشوف شويه مع المسار تاعي باش نريكلي الطوموبيل تاعي في لادروت، ومن بعد نولي نشوف البعيد نستكشف ليه واش كاين واش ما كانش. راح ندور هنايا على اليمين، ندير كنيطون تاعي، نهيئ راح نشوف واش كاين ورايا واش ما كانش. نشوف شويه البعيد اليسار ليه اسكو جايين سيارات مالغري الاولويه ليا في اليمين، لكن انتبه كاين اللي يخليك الاولويه كاين اللي ما يخليلكش. نزيد نعاود نشوف هنايا، نحاول نسقم لافون تاعي ونقرب شويه السيارات هادو هكذا باش ما نقيش لاريير يعني في الجهه اللي من هيه. ونحبسو هنايا. كان هذا فيديو خفيف طرقنا عليه، يعني راح تكون سلسله من الفيديوهات وين نطرقوا ليها كل مره، نطرقوا لحاجه واش نخدموا واش ما نخدموش. نتمنى الشرح يكون مفهوم، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. كما قلت لكم يعني ما راحينش نعالجوا الاشكال هذا بفيديو ولا بشرح واحد، وانتم يعني كي راكم تشوفوا لي فيديو هادو لازم تطبيق، يعني لازم تهزوا المعلومه وتحاولوا تطبقوها، فاهمين؟ اللي عنده استفسار ويفهم ولا فهم مثلا النقطه هذه وحب يطبقها يحاول يطبقها، واللي عنده استفسار يخليه لي في تعليق. دمتم في رعاية الله والسلام.